اهلا بيكم في الشارع الابيض، وخلونا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده، واللي كان بيتكلم عن ما تقييمك لاداء ونتائج البعثه المصريه في الاولمبياد بعد اسدال الستار على دوره باريس. تعالوا كده ناخد اراء ورسائل جمهورنا على السوشيال ميديا، ونبدا من عند طارق دونجا. بنصبح عليك يا طارق، وبيقول اداء البعثه المصريه كان اداء ممتاز لكن الحظ عاندنا كتير. المنتخب الاولمبي قدم بطوله جيده، وكمان منتخب اليد، لكن الحظ كان بيعاند مصر في اوقات كتير، والحمد لله ان ابطالنا ساره سمير واحمد الجندي ومحمد السيد قدروا يرفعوا راس مصر في الاراضي الفرنسيه، وان شاء الله القادم افضل لمصر. تحيا مصر وشعبها، وتحياتنا ليك يا استاذ طارق. نونا الشيخ بنصبح عليكي، بتقول اداء البعثه للاسف كان مخيب للامال، واتمنى انهم يطوروا من نفسهم شويه. المنتخب الاولمبي كان ماشي كويس، بس الحظ ما كانش حليفهم ياخد 7 من 10، واما منتخب اليد كانوا رجاله لاخر نفس وياخدوا 10 من 10. احمد الجندي، ساره سمير ومحمد السيد دول رفعوا رايه مصر وشرفونا، وكل الدعم والتوفيق ليهم في اللي جاي. احمد سمير مصبح عليك يا احمد، بيقول اداء محبط وحضور ضعيف للبعثه المصريه ومشاركه غير مجديه باستثناء قليل من اللعبات الفرديه. بنتمنى التوفيق للرياضه المصريه في القادم، ونكون على قدر الحدث. علي الدولي مصبح عليك يا علي، بيقول اداء البعثه المصريه كان اداء ممتاز بالنسبه لكره القدم. البدايه كانت جميله والنهايه كانت وحشه جدا، وهزيمه من المغرب بنتيجه ثقيله جدا، لكن الكوره مكسب وخساره، واللي رفعوا راس مصر علان احمد الجندي الميداليه الذهبيه، وساره سمير ومحمد السيد على الميداليه الفضيه والبرونزيه. تقييمي من 7 ل 10، وتحياتنا ليك يا استاذ علي، وان شاء الله زي ما قلنا بنتمنى كل التوفيق لكل ابطالنا خلال المنافسات القادمه.